في ضربة هي الثانية خلال أيام، خسرت ميليشيا حزب الله عددا من مقاتليها، بينهم مسؤول العمليات في وحدة التدخل عباس العاشق في كمين لتنظيم داعش على طريق حميمة في البادية السورية. بينما تضاربت الأنباء حول طبيعة الغارة التي استهدفت عناصر الحزب في حادثة منفصلة أخرى، المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن طائرة من دون طيار قصفت موقعا لعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني في بادية حمص الشرقية، ما تسبب بمقتل 8 أفراد. رويترز نقلت عن مصادر عدم استبعادها أن تكون نيران روسية صديقة وراء الغارة على موقع للحزب قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية. وكان تنظيم داعش شن هجوما معاكسا على مواقع قوات النظام وحلفائه في البادية السورية قبل أيام، ما تسبب بمقتل 172 عنصرا على الأقل من قوات النظام والميليشيات التابعة لها، من بينهم 26 من ميليشيا حزب الله، حيث وثق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 700 قتيل من عناصر قوات النظام والميليشيات التابعة له. وأشار المرصد إلى مقتل 22 عنصرا من ميليشيا حزب الله خلال هذا الشهر، ما يجعل خسائر الأسابيع الأخيرة من معركه في سوريا الأقصى منذ مشاركته في الصراع. فراس حمزة، العربية.